أعتقد أنهم شعروا بالفشل في تدبيرهم لهذه المدة طويلة، سواء على الصعيد الحكومي أو على الصعيد الشأن سميتو الوطني وهذا. فلذلك هما شافوا على أنهم ما تحملوش هذا الفشل، فما عندهم إلا أنهم يقدموا استقالتهم. هذا ما كانش منتظر، ولكن في الحقيقة هذا أخلاقيا ما خصهاش تكون، لأن علاش؟ لأن كيبان لي أن هذا هروب للأمام، لأن العدالة والتنمية نهار كانت في دواليب الحكم كانت تمارس الحكم وداخل الفساد، واليوم تعلن الفساد. يعني أنا كيتبان لي هذه هروب للأمام وماشي أخلاقية، وكنظن زعما في الحقيقة كانت تبقى وتمارس المعارضة وتعتذر للشعب المغربي. العدالة والتنمية القرارات اللي ما بقاتش عندها قيمة في اتخاذ القرارات، يعني سواء قالت شي قرار ولا ما قالتش ما بقاتش عندها شي قيمة، لذلك أنا ما رضيتش بالهزيمة. كنشوف أن الاستقالة اللي دارها الحزب العدالة والتنمية البارح جات في واحد الوقت لإحساس، وكنشوف بأنه خاصهم يجدوا الدماء، واستقالة يعني جات في المحل ديالها، لأنه كما كنعرفوا حتى في الكرة منتخب اللي كيبقى يعطي بزاف كيوصلوا ان سيغتان مومون ما كيبقاش يعطي داك المردوديه اللي كان يعطيها من قبل، خصو يجدد الدماء. انا العامه لحزب العداله والتنميه استقل شهدت استقاله جماعيه للامانه العامه كلها، لانها اولا لم ليس لها شريحه اجتماعيه كبيره على ما اعتقد، ولم تفلح في إدارة الشأن السياسي أولا ثم الشأن الإداري على مستوى الهياكل الحكومة، على مستوى الجماعات المحلية سواء القروية أو الحضرية. يعني المواطن لاحظ بأن هناك ما يسمى بإفلاس المنظومة الإدارية لحزب العدالة والتنمية. تنشوف الاستقالة ديال بي جي دي تيحاولوا يحافظوا على ينقذوا ماء الوجه فقط لا غير، والاستقالة بمعنى أن نتيجة التصويت اللي خديتو راه هي بمثابة استقالة، هي بمثابة استقالة. علاش استقليتو؟ لأنكم بكل صراحة بغيتوا تحافظوا على ماء الوجه فقط لا غير. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.